يا صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا يا اللي معانا يا صباح الخير يا اللي معانا يا اللي معانا يا صباح الخير يا اللي معانا صباح الخير. ايه ده؟ هم اختفوا كلهم ولا ايه؟ يكونش سبع اكسيد الكربون اثر على خلايا جسمهم فتبخروا فاختفوا؟ صباح الخير. عموما هي فرصة بقى الواحد يخش لاصحابه المعمل بقى خميس واينشتاين ويشتغل بمزاج ويمخمخ بمزاج. اه والله يا صباح الخير يا اللي معانا يا اللي مش معانا بقى يا خميس. بسم الله الرحمن الرحيم. تست 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 تمام. دلوقتي بقى احنا بنحط اللمسات الأخيرة لجهاز الزمكاني اللي واصل المتواصل العبقري الفذ اخترعه. التجربة بتقول او الخطة بتاعت التجربة بتقول ان احنا نجربه الاول على حشرات ثم على ثدييات ثم على بني ادمين، والحمد لله ربنا مبارك في البني ادمين اليومين دول في البيت. الساعة دلوقتي الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة. اسمحوا لي اشرح لكم شرح مبسط للجهاز. تعالوا معايا. بصوا بقى، ده الجهاز شكله لم يكتمل، يعني الشكل النهائي له لم يكتمل. القاعدة دي متصلة بموتور ومغناطيس وأجهزة ودوائر إلكترونية حساسة ما يفهمهاش غير عبقري زي وحياة حذنفل، أنا عبقري جدا جدا جدا. يعني الشخص بقى اللي هيتطبق عليه التبادل الزمكاني هيحصل إيه أول ما هيقعد على الجهاز ده؟ الكاميرا دي هتلقط صورته، وبعد ما الكاميرا تلقط صورته هيصدر منه أي صوت؟ المايك ده هيلقط صوته، وصورته وصوته بقى الجهاز هيعمل سيرش على كل الأزمنة للبني آدم اللي صوته وصورته متشابهين مع البني آدم ده، ويحدث هنا التبادل. يجي البني آدم من الزمن التاني لزمن الشخص ده، والشخص ده يروح زمن يروح زمن البني آدم التاني. بعد إذنكم، واصل المتواصل المخترع مذنوق دلوقتي ومحتاج يلبي نداء الطبيعة. اسمحوا لي وارجع اكمل لكم الشرح بعدين. يلا سلام. يا بطني ما كانوا سندوتشين حواوشي كلتهم على العربية الصبح. الحمام مين المهندس الغبي اللي عمل الحمام بعيد كده؟ مين اللي جوه؟ أنا واصل يا تحسين، أنا خلاص وصلت. ثواني هسخسخ والسبخبخ واطلع لك على طول. ثواني إيه؟ أنا بدأت العد الثاني هزولي خلاص. أنا خلاص. خلاص خلصت روحك، أنا هعملها مع ملك، أنت اللي جبته لنفسك.